ثوفو 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 بداري قلبك ثوفو طب ثوفو 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 بداري قلبك ثوفو نظرتك كتبه ولا ثوفو ولا واقفة معاها ثوفو ثوفو وفكرني بتحتمه طب دي 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 بدي أعرف عشوها البسط كله اليوم مبسوطة 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 من كل قلبي كل قلبي مبسوطة يا ويني هلأ؟ طب خبرينا عشوها البسط كله حضاري من اتصل فيك مين؟ 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 من جنس بوك جنس؟ ايه جنس بوك جنس بوك هيدا بحطوا فيه اهم عالم بالدنيا هلا بس يجي الزلمة بتقولي له جنس بوك؟ جنس قصدك جنس بوك صعب هو الأدمي انا ما عم بفهم عليك الارتكولاسيون تبعي طب هلا ايه اوكي شو قال لك شو بده يجي يعمل؟ اتصلوا فيني ايه وقالوا لي انه القلم انا انا نقوني لكون من 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 العالم اللي بيعرف الجنس بوك شو مبسوطة لك قد الدنيا مشان هيك مظبطة حالك وروز وفوس انا مفتح قدي قاعدة وظبطة امورك ايه قاعدة روقي طب منيحتك كثير بتجنن شو منيحة بحقدة اهلا وسهلا اهلين اهلين مرحبا اهلا وسهلا تفضل يعطيكم العافية الله يعافيك تفضل اهلا وسهلا جميلة صاحبتي مرحبا اتمنى عليك انا يعني فوق التوقعات هي بالصور بتبين غير على الطبيعة على الطبيعة يعني انا كنت شايف بتخيل بس مش هالقد لا عليك عم بمسك طب جوجو خلص روقي امسكي اعصابك يعني بصراحة بالعادة نحن بس بجنس نعم بس تكون في عنا ظاهرة غير طبيعية بيبعتوني إلي لحتى اكشف بترجع بنبعت ورا اللجنة اوكي انا هلا اندمت ما قلت للجنة تيجي دغري فرد مرة حتى ما تعتله وكذا عن جد تعالوا روحوا حلو هيك مثلك عن جد يعني هذا اسعد يوم بحياتي عن جد هذا اسعد يوم اسعد يوم شكرا شكرا بالفعل انا مرات لانه بس عن جد لك شعرت طيبة بصراحة خدي مركز نحن بجنس حابين نقدم لك هذا الكتاب هلا بتاخدي فكرة عنه بس لحطك بالصورة هيدا جينيس بوك ايه؟ جينيس 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 بوك معقول انا حضرتك رح تكوني بفقرة بعد ناقصتنا يعني هي ايه هلا انتوا بس بتنقوا يعني على اي صعيد يعني نحن بننقي مثلا على كل الاصعدة يعني كل الاشياء الغير طبيعية والاشياء النادرة والاشياء الارقام بكسروا ارقام بتكسير ارقام يعني يعني مثلا ازمة البنات احلى شفاف بنات كل شيء احلى سمية؟ احلى سمية؟ عشان انا عندي احلى سمية؟ انا ما شايف مثلها بصراحة طبيعي هذا طبيعي بيحتوي هذا طبيعي على فكره وكله طبيعي كله طبيعي كله 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 طبيعي هذا احسن حق الخار احوادي كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء هون دقي كله سبحان الخالق عن جد سبحان الخالق ما تحكي انت ما تخليني بلش انا اعمل معه حضرتك رح تكوني من الظواهر الطبيعيه من ضمن فقريه هو كل شيء له صفه ما هيك ايه مزبوط ايه يعني مثلا بتواضع يعني انعم بنت لا رح تكوني انت اهضم بنت تكون عم يحكي عني لا فيك تفوتي تعملي حمام او تعملي بس لي بس لي لشو جايبتيني لك؟ جبتك سوري سوري انا رح تكوني مثلا عنا هون مثلا اذا فيك تاخذي فكره مثلا هون في عنا فقره ابشع كلب ابشع كلب حضرتك رح تكوني من ضمن فقرة حرام بعد حرام يعني الناس هالقد بتعوي ابشع مخلوق بشري في ابشع مخلوق بشري؟ انت سبحان الله يعني ما يا ساتر ما عم لاقي الكلمات يعني مش ما لا 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 عم تحكي عني انا كوش كوش عم تحكي عني؟ كوش لا لا سوري انا اكثر انسان بيور بالحياة كله ايه بيور بيطلعوا بلا في فكرة اجمل مره بالعالم سوري سوري دخلت انت صار على انه انا عن جد عم تقول انه انا هيدا ابشع كائن بشري يا ساتر يا احتفظي فيه خدها وانا انا عم تعمل هون بتعمل هون لبرا فيلم هون صوت سوري ما تواخذ صار نكتف كاميرا وين ولا صعب تحكي انت فكري بالموضوع فيلم هون ولا وراجعينا
ساتر. خلص 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 شو بكي هلا؟ بتعرفي يا رولا؟ شو؟ بتعرفي بتعرفي؟ هذا كله تفنيط بتعرفي ليه؟ ليه؟ لأنه بدي كلها وصايط يا رولا. طب خلص بدي كلها وصايط. طب خلص روقي هلا بيطلع ضغطك. يا الله شو في؟